أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى الأتراك في معركة عفرين إلى 60 قتيلا منذ بدء عدوانه على المدينة السورية. كان الجيش التركي أعلن مقتل 8 من جنوده وإصابة 13 آخرين خلال يوم واحد هذا، وتواصل تركيا القيام باعتداءاتها العسكرية على عفرين زاعمة أن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في سوريا لا تشمل معاركها في عفرين. يوما بعد الآخر تتكبد تركيا خسائر جديدة في سوريا، إذ أعلن الجيش التركي مقتل وإصابة عدد من جنوده إثر المعارك الدائرة بمنطقة عفرين شمال غربي سوريا. رد أنقرة لم يتأخر، فشنت المقاتلات التركية غارات على عفرين، ما أدى إلى سقوط قتلى من القوات الموالية للحكومة السورية، بالإضافة إلى المقاتلين الأكراد حسب ما أفاد المرصد السوري. المرصد أضاف أن الغارات التركية استهدفت نقطتين لتمركز القوات الشعبية التابعة للجيش السوري في قرية جما. ويأتي التصعيد العسكري في عفرين رغم الدعوات الأممية بضرورة احترام هدنة إنسانية في عموم سوريا، غير أن أنقرة تقول إن قرار وقف إطلاق النار الذي تبناه مجلس الأمن مؤخرا لا يسري على عملياتها العسكرية. ووثق المرصد السوري مقتل عشرات المدنيين في عفرين منذ بدء تركيا عملياتها في يناير الماضي، بينما تنفي أنقرة استهداف المدنيين وتقول إن عملياتها موجهة فقط ضد مواقع المقاتلين الأكراد.